بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده تنشكر المتابعين لقدام والجداد والناس اللي التحقوا القناه ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غايات تكونوا ملاح ربي يحفظكم وينجيكم يا رب اليوم غادي نهضرو على واحد هو سحر الاقفال سحر الاقفال يقدروا يديروه الولد يقدروا يديروه البنت يقدروا يديروه المراه متزوجه يتقفوا على الزوج ديالها باش يتواصل معها في حياتها الطبيعيه او البنت لا تزوج ما تخدم ما تعيش حياتها الطبيعيه او الولد يتقفوا على العمل يتقفوا على الزواج يتقفوا على حياته العادية يبقى الدري غير جالس في البيت بدون عمل أما البنت يتقفوا على الزواج قاع قاع قرانة يتزوجوا وهي ما تزوج مواله تبقى بحل البيت الواقف بحل البيت اللي مكملش في البني حنا نقولوا هذا المثل في المغرب آه البيت اللي ما في البناء تنقولوا بحال البيت الواقف اذا آه البنت اللي تتشك بانها عندها سحر الاقفال آه او عندها الانسان اللي كان متقف على الزواج او متقف على الانجاب او متقف على آه اي حاجه بغى يديرها ومتقف عليها بحل العمل او بغى يسافر انه تحس براسو بانه متقفين بسحر الاقفال او اي سحر يقدر هذه الوصفة تحلك سحر التقاف سحر التقاف سحر التقاف هو اللي تتقفوك بدون علمك اما البنت تتقف الام ديالها في الصغر ديالها وتودر لها داك واما آه المراه اللي ما تجيب اولاد مع الزوج تتقفها او البنت لي زوينه وطالعه آه زوينه تيتقفوها ويخليو الام ديالها واقفه آه تشوف بنتها انها نهار على نهار تدمر آه كاينين الناس اللي ما الله واصل السحر الا سحر انتقام اول حاجه غادي ناخذ واحد القفل نشريوه بالنيه ديال طرد هاد السحر ديال اقفال او السحر ديال تقاف الانجاب او الزواج او العمل او اي حاجه اللي تختار لك على بالك انك متقفة فيها غادي ديري هاد الوصفة اول حاجة غادي نشري قفل جديد بالنية بالنية انني بغيت نحل تقافي اول حاجة غادي نجيب هداك القفل غادي ندوزو على الجسد ديالي وانا تنقرأ صورة الفاتحة سورة الفاتحة شحال غادي نقراها واحد وعشرين مرة غادي نقراها واحد وعشرين مرة وأنا تندوز على الجسد ديالي كامل وأنا تنقول اللهم سخر لي وافتح لي افتح لي الأقفال اللهم افتح لي هاد اللهم سرح أخبالي اللهم سرح أموري اللهم اللهم ابطل عني جميع العوارض صورة الفاتحة قرية واحد وعشرين مرة على الجسد ديالك وانتي تتمناي شنو خاصك بغيتي تحلي وز عندك مشكل الزواج او مشكل الانجاب او اي حاجة تحطيها في الدماغ ديالك وانتي نفسك بهذاك القفل وتدوزيه بالسوارة ديالو بكل شيء ليه وانتي تدوزيه على الجسد ديالك غادي تحطيه فوق الراس ديالك غتحطي داك القفل بالسوارد ديالو بكلشي ليه غادي تحطيه فوق الراس ديالك وانتي تتقراي هاد الايه تتقرايها سبع مرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سبع مرات غادي تنفتي عليه ثلاث نفتات غادي ديريه تحت الرأس ديالك تحت الرأس ديالك ليلة كاملة إمتى غادي ندير هاد الوصفة غادي نديرها يوم الثلاثاء بالليل غادي نقرأ عليها يوم الأربعاء صباحا مع الفجر يوم الاربعاء غادي نوض غادي ان شاء الله غادي ناخذ واحد الكاس نقرا عليه هذه الايه سبع مرات ونقرا عليه الفاتحه سبع مرات اللي غادي نطفي به هذاك هذاك القفل اللي غادي نطفي به هذاك القفل غادي نحطه على جنب وغادي ان شاء الله نحط يقول الاذان الله اكبر غادي نحطه فوق البوطه بالسوارد ديالو بالسوارد ديالو ثلاثة غادي نحطو يبقى يسخن مدة ثلاثين دقيقة عاد تمشي توضي تصلي غادي تمشي توضي تصلي غادي تخلي شيء قليل من الماء اللي توضيتي به غادي شيء قليل من الماء اللي توضيتي به غادي ان شاء الله ما تصلي الفجر غادي هذاك الماء ديال الوضوء غادي تقرأي لي صورة الشرح واحد وعشرين مرة وتخلي على جنب غادي إن شاء الله تأخذي القفل بعد ما صليتي وقريتي على الماء وذكرتي الله غادي ذلك القفل غادي تلقاي يكون شخص معين أو نفسك الا بغيتي ديريها لشخصك ديريها غادي نشد هذاك القفل وغادي ناخد هذاك الكأس الماء اللي قريت عليه القراءة سورة الفاتحة والآية اللي عطيتكم غادي تلبسي لباس فضفاض بدون لباس داخلي تحلي العقد تحلي جميع المسائل اللي عندك وغادي تبقاي غير بجلباب فضفاض الشعر ديالك مطلوق تحيدي الخواتم الطوانك كل شيء إن شاء الله وغادي تحلي لابد يكون معك شخص لأنه خاصو يحلك المفتاح لابد ولكن الى الى ما عندك حد غادي تضطري انك تحلي هذاك المفتاح تحت منك طريقتك انتيا غادي تحلي المفتاح تحت منك اذا غادي يبقى هذاك القفل يسخون 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 درجه الى ما كفاش 30 دقيقه نزيد حتى يولي اللون ديالو حمر وغادي نحط الماء اللي قريت عليه في وعاء ونطفي فيه وانا فوق من فوق من هذاك الوعاء اللي فيه غادي نحط فيه الماء والقفل غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نطفيه تحت مني تحت مني وغادي نخشي راسي في الجلباب في الجلباب وغادي نخلي البخار يطلع ليا حتى مع وغادي ان شاء الله يكون معك شخص او تكوني بوحدك غادي تقولي الله اكبر الله اكبر الله أكبر اللهم افتح لي اللهم افتح لي خير باب اللهم افتح لي هاد تقاف اللهم افتح لي هاد تقاف ديال وتسمي الزواج الإنجاب أي حاجة غتذكرها إن شاء الله وغادي تقولي الله أكبر وتفتحي هذاك القفل تفتحيه بنية فتح تقاف ديالك إذا غادي هذاك الماء ما غادي نوصل ليه ما غادي نقرب ليه ما والو. غادي نخليه على جنب تنخرجوا اللحو بعيد عن المنزل تحت شجره او تراب تراب بعيد يكون تراب نظيف لان هذاك ديال الثقاف خاصك تبع علي, على الناس وغادي ان شاء الله تحلي هذاك القفل غادي تهرسيه باش ما يلقاش شي واحد يعاود يسدولك غادي غادي تهرسيه وغادي تجمعيه في بلاستيك مع السوارد ديالو تلوحيه اما في بحر واما في نهر واما في غابه تحفري مزيان وتردميه تحفري مزيان وغادي ان شاء الله تدفنيه في مكان بعيد عن المنزل اي مكان كنتو رايحين دستي من جنب شي غابة غادي ننزل ونحفر ونردمو ندفنو إلا كنت مشيت للبحر يا ريت تلوحي في أقرب وقت تلوحي في البحر ولكن تهرسيه باش ما يعاودش يتسد ويعود يرجع لك تقافك إذا تقاف اللوحو بسوارتو اللوحو بكل شيء آه اذا اللحو بالسوارد ديالو بكل شيء ولكن عندك يعاود يتسد لك اذا غادي ان شاء الله اللحو نخلي على جنب الوقت اللي نكون غادا للبحر اللحو ولكن غادي نهرسو ما غاديش نعود نحاول انه يتسد ليا ولا شي حاجه الا تسد ليا خاصني نعاود الوصفه اذا غتهرسيه إلى لحتيه في البحر الا طاح في البحر هو والسوارد ديالو حتى القاشي شي حد ما غاديش يكون مسدود او ديه المكان بعيد عن المنزل غادي من غادي تسالي من هذه المهمه غادي تغسلي بهذاك الماء ديال اللي توضيتي به مع الفجر اللي قريتي عليه سوره الشرح غادي تدخلي الغرفة ديالك وغادي تخوي عليك هذاك الماء ديال الوضوء اللي قريتي عليه من راسك حتى رجليك وتجمعي هذاك الماء وتلوحيه في مكان عاشب والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غادي يعاونكم ان شاء الله على حرق الموانع او حرق وابطال جميع الأسحار باذن الله الله سبحانه وتعالى غادي يعطيكم السؤال ديالكم لا في الزواج ولا في الاولاد ولا في اي حاجه ديروا هذه الوصفه والله المستعان على كل الامور اذا أحبابي إذا عجبتكم الصيغه خليو لايك دعموا القناه تفعلوا الجرس ابوناو بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله